بنحاول ان احنا نخدم اكبر عدد ممكن من الطلبه. حاطين ثلاث باب، مجموعه من الطلاب لقوا شويه سلبيات في المجتمع، حاولوا يغيروها، كان عندهم عزيمه واصرار على كده، وده اللي ساعد ابديت، وهو اللي يفضل مستمر لحد دلوقتي. ابديت بيساعد الطلبه ازاي؟ ابديت بتقدم 5 بروجكت تساعد بيهم الطلبه. اول بروجكت الاكاديميك سيكشن، بنقدم 5 ورك شوبس، السيلز والاتش ار والماركتنج والفاينانس والبروجكت مانجمنت. تاني بروجكت شايب، تالت بروجكت جونيورز، رابع بروجكت مجازين، خامس بروجكت ايفنتس، زي ايفنت النهارده اندر كونستراكشن، وهنتكلم فيه ان شاء الله النهارده عن انتربرينور شيب والبروجكت مانجمنت. بدات كانوا 14 واحد، فكروا ان هم ازاي يعملوا حاجه تفيد الناس في قسم اداره اعمال في كليه الاداره. من هنا طلعت فكره ابديت. ابديت اللي بدا من 6 سنين عشان يفيد قسم اداره اعمال بس. وصلنا دلوقتي في 2014 احنا عندنا 5 بروجكت بتفيد الناس كلها. كل الكليات معانا. هندسه، طب، صيدله، اي كليه تجاره، تجاره، مش كل الناس هتستفيد في ابديت. طيب هنتكلم ابديت ايه البروجكتس اللي احنا بنعملها اصلا؟ اول بروجكت عندنا هو الاكاديميك، ده في زي ما قالوا زمايلي الخمس بروجكت بتوعنا، اول بروجكت فيهم الاكاديميك. الاكاديميك ده في 5 كونسلز الناس دي تحضر فيهم سيشن، وممكن يكون في منكم ناس درجه قاعدين دلوقتي بيحضروا معانا سيشن في الماركتنج والديجيتال ماركتنج والفاينانس والاتش ار والبي ام وال الخمسه دي مش فاكر السيلز. البروجكت الثاني بتاعنا هو الشارلي، ده بننزل دور ايتام ودور مسنين وبننزل نعمل فيهم سيشن جوه الجامعه وبننزل نعمل كامبين جوه الجامعه. طيب البروجكت الثالث عشان نوسع دائره الناس اللي احنا فيها، بقى عندنا دلوقتي بروجكت اول سنه ليك ابديت الجونيورز، ده بننزل مدارس نديهم سيشن عشان يتعلموا حاجه جديده ونغيرهم ونأثر فيهم اللي هم يطلعوا عارفين هم بيعملوا ايه، عارفين الكارير بتاعهم ايه، فبننزل لاربع مدارس لسن سنه. طيب رابع بروجكت عندنا وهو اقوى بروجكت كان موجود السنه اللي فاتت وعمل حاجه كان من انجازات ابديت السنه اللي فاتت والبارتيسيبنت بتوعنا شاركوا فيها، هو بروجكت المجازين اللي عملنا فيه مجازين الجامعه اللي ممكن كتير منكم سمع عنها او يعرف. طيب خامس بروجكت عندنا هو بروجكت الايفنتس، وده بالنسبه لنا ابديت اول ايفنت هنعمله السنه دي، والايفنت ده عشان تعمل ناس كتير تعمل جدا فيه، ناس كتير قابلتها مشاكل في كل حاجه، كل حاجه تتخيلوها عشان نعمل الايفنت ده تعبنا فيها، تصعيد مفيش، فوضى مفيش، قعدة مفيش، في مشاكل في كل حاجة تتخيلوها، عشان نوصل لده كان عندنا إصرار إن إحنا نعمل الإيفنت ده، وفي ناس رغم إن الدراسة متأجلة، رغم كل حاجة بتقابلنا توقفنا إن إحنا نعمل الإيفنت ده، قررنا إن إحنا نعمله، والحمد لله قدرنا نعمل إيفنت يحضروا لغاية دلوقتي 400 واحد. قعدت كده عملت الإكسرسايز ده ولقيت أنا الهيتش هارد كونسبت بتاعي إن أنا عايز أعمل كذا في 1 2 3 4. هل أبدأ أعمله في الكلية ولا أستنى بعد ما أتخرج؟ إن أنا إيه؟ طبعاً يبقى معايا فلوس ويبقى معايا ناس وعندي خبرة ومعايا حاجات كتيرة علشان أبدأ إيه؟ أبدأ أنفذ الحاجة اللي أنا إيه؟ أنا عايز أعملها. فالنقطة إن أنا أبدأ دلوقتي ولا أستنى؟ لو أنا اسمي إسلام رشاد، أنا في سنة تانية بدور إنجلش، كان أكثر مادة بحبها الماركتينج، فقلت أعمل حاجة أخد فيها إكسبيرينس عن اللايف ماركتينج، ده أول بيربس ليا. تاني بيربس إن أنا أجيب جين بروفيتس، أنا نفسي أجيب عربية بس إمكانياتي مش قوي ان انا اجيب عربيه في الجامعه، فانا قلت يمكن اعمل بيزنس اعرف اجيب بيه عربيه. ثالث بيربس ان انا اعمل سيلف كونفدنس، انا بحس ان انا عملت حاجه بنجح فيها فاكيد سيلف كونفدنس مظبوط. انا بفهم جدا في السيرفر لان انا بحب السيرفر وبنتي برضه بتحب السيرفر، فاي جيفت بجيبها في اي فيرست دي اي حد اجيب له جيفت بجيب له سيرفر على طول، دي مشهوره يعني انا معروف عني كده. سيرفر هو فاضي يا جماعه، ففكرت اعمل بيج على فيسبوك اسمها سيرفر سوليتير. السيرفر دي البيج دي سوري بتعمل فيها ايه؟ بنزل بكاميرا موبايل اللي هي 5 ميجا بكسل يعني امكانياته قليله جدا، بروح اي محل سيرفر جنب مني او انا عارف عملت بيه قبل كده بصور معظم الحاجات
بألفه جدا بالمناسبه، ابتدى يكرهوني يعني في المعاملات دي معاهم. فبصور وبنزل الحاجات دي على البيج، بشوف الاقبال عليها، بنزل تحت الانتراكشن، يا جماعه ايه رايكم في السيرفر اللي انا بجيبها دي، وحشه ولا حلوه؟ في الاول مفيش اي انتراكشن خالص، مفيش لايكس، مفيش اي حاجه، كده الاصحاب القريبين مني اللي انا اصلا كنت جايب لهم جهاز كسيرفر يتصلوا بيا تليفونيا، مش بيتعاملوا مع البيج. انا عايز ابدا مشروع كل واحد يبقى معاه سمارت فون، كل واحد معاه سمارت فون، بس يعني كل واحد فينا ده التطبيق مش لاقيه، فانا عايز اعمل صفحه تخش توصف التطبيق انت عايزه محتاجه، واحنا هنعمله لك تاخده ببلاش، والناس البايعه هتاخده بمبلغ بسيط. المشروع ده لازم تعمله بسرعه، ليه؟ عشان الكمبيوتر وكده. اول حاجه، اهم حاجه، ان انت تعمل الحاجه الاول. كليه تجاره القاهره سنه اولى، بعرف